أهلا بكم من جديد. زار نيافة الحبر الجليل الأمبازادور الأسقف العام بإفريقيا يوم الجمعة الماضي مقر السفارة المصرية بالعاصمة الناميبية ويندهوك للترحيب وتقديم التهنئة باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للسيد وائل لطفي سفير مصر الجديد في ناميبيا. وناقش نيافته مع السفير الجديد المجالات التي يمكن أن تساهم فيها الكنيسة لخدمة الشعب الناميبي وتوطيد العلاقات بينه وبين الشعب المصري من النواحي الطبية والتعليمية والثقافية ومجالات التنمية المستدامة. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا هاتفيا نيافة الحبر الجليل الأمبازادور الأسقف العام بإفريقيا. أهلا بنيافتك معنا يا سيدنا. سلام ونعم يا نانسي، اهلا بيك. كل سنه ونيافتك طيب وبخير، وعايزين نعرف من نيافتك تفاصيل اكثر حول هذه الزياره. الحقيقه بنعمه ربنا سياده السفير وائل لطفي لما عرفت ان هو يعني هيكون سفير مصر في ناميبيا تواصلت معاه قبل مجيئه بفتره. هو انسان يعني فعلا خير من يمثل مصر، وهو انسان يعني فعلا ذو علم وذو ثقافه ووطني بالفعل، وفعلا بيحب مصر جدا. ده حقيقي. وبيحب ان يتعاون مع الكنيسه لتكون يعني قنوات تواصل بين مصر وبين ناميبيا في كل المجالات اللي حضرتك فيها دلوقتي فعلا. وهنأتي طبعا بالمركز المرموق اللي هو اللي ربنا يعني اختاره ليه، وفي نفس الوقت رحبت بيه جدا، وكان معايا الدكتور باسم فوزي وده من كبير المصريين هناك، وكان معانا ايضا كابتن القنصل محمد بيه خاطر قنصل مصر هناك في ناميبيا، وكانت قاعده وديه جدا، وشرحت له ازاي ان الكنيسه القبطيه تعتبر احدى القوى الناعمه طبعا في التقارب بين الشعوب وبعضها، وافهمت في الشرح معاه ازاي ان احنا بنقدر نخدم هذا الشعب الطيب من كل النواحي الطبية والتعليمية والثقافية والتنمية المستدامة، وشرحت له أفكارنا كلها، وأدى حد حلو قوي 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 إن هو يقدر يكون في ظهرنا في هذا الموضوع من أجل التقارب بين مصر وماليزيا. وكان لقاء جميل قوي، استمر لمدة ساعة تقريبا، وكان مثمر جدا، ودي عادة حقيقي وصدق كل السفراء المصريين في القرن الأفريقي تحت في الجنوب متعاونين جدا جدا في كل النواحي. واضح جدا. سيدنا نيافتك قمت بالعديد من الزيارات لعدد من الدول الأفريقية في الفترة الأخيرة، لو نلقي الضوء على هذه الزيارات. حضرتك في الفترة الحالية أنا مقيم في ناميبيا وبخدم فيها كويس قوي، ومعايا اثنين أبائي وأباء حلوين قوي، أستاذ أبونا جون وأستاذ أبونا موسى، والاثنين أبونا جون بيخدم في العاصمة ويندوك، وأبونا موسى بيخدم في الشمال في أومبانجوا، والخدمة بتاعتهم جميلة جدا، والشعب الناميبي حبيبهم جدا وبيحب الكنيسة القبطية وبيتذكر الخدمات اللي بتقدمها فعلا للشعب هناك ومتعاون معاها جدا. أيضا ربنا سمح لي الفترة اللي فاتت أروح حوالي أسبوعين زيمبابوي، ودي كانت أول زيارة ليا لأنها كانت الفترة اللي فاتت قفلت بسبب الكوفيد 19. الحمد لله برضه كانت زيارة موفقة، وزرت كابتن السفير محمود بيعمل هناك، وكانت زيارة جميلة جدا ومثيرة، وبعرفت برضه نفس فكر الكنيسه القبطيه في كيفيه مساعدتها في التقارب بين الشعوب والخدمات اللي بتقدمها، وتعاون معانا تعاون كبير جدا، وزرت الاماكن الكنسيه هناك، وكان في هناك ابونا دانيال وهو مصري، وفي ابونا مايكل وهو زيمبابوي، وقعدنا مع بعض وصلينا مع بعض وافتقدنا الشعب وخدمنا معهم حلو قوي، وبنفكر في تنميه الاماكن دي كويس قوي. زي من الامثله الطيبه في بدايتها بنفكر طبعا نعمل ابيار وميه كوليكي عشان تخدم الشعب حوالينا، ندخل الكهرباء لبعض الكنايس، نعمل حضانه، مدرسه، مراكز طبيه مبسطه في الاول زي بولي كلينك، بحيث نقدر نخدم الشعب. واضح انه نيافتك بتتكلم عن دور مجتمعي قوي من الكنيسة ناحية الشعب أو المكان اللي هي متواجدة فيه بغض النظر عن ديانة اللي هيستخدموا هذه الخدمات. ما فيش أي نوع من التمييز، ما فيش ديسكريمينيشن عندنا خالص، إحنا بنخدم الكل. وسألوني السؤال ده حضرتك سؤالك أكثر من رائع. أشكرك. قالوا لي هتساعد الكل، قلت لهم هساعد الكل. إحنا بشر، إحنا إنسانية. فكل على رأي أحد الفلاسفة قال كن إنسانا وكفى. الكنيسه هي بالاولى ان تقدم هذا المثل في التعامل مع الكل دون اي تمييز.
بصدق بنخدم الكل بدون اي تمييز. هايل. فهكذا تعلمنا وهكذا نعمل بصدق. صحيح يا سيدنا. طيب اكيد اه اتفضل اتفضل. جنوب افريقيا برضه كان زرت حتى بركه ناس الحبر الجليل، سيدنا النصران الجليل الان بطل مرقص، وقعدت معاه شهر هناك، وبرضه زرت سياده السفير هناك وكان متعاون معانا جدا، وهو احمد بيه الفضلي، وهو سفير مصر المقيم في جنوب افريقيا وسفير مصر الغير مقيم في بوتسوانا، وانسان مثقف محترم جدا، وقال لي انا معكم للتقارب بين الشعوب، وابتدى يمد ايادي بيضاء قويه جدا جدا في بوتسوانا، لانها برضه تقع في مسؤوليه خدمتي ناخد بركتها، والتعاون جميل جدا جدا جدا، وكان زياره موفقه جدا جدا، وزرت اماكن كثيره جدا في جنوب افريقيا، جوهانسبرج وكيبتاون وحاجات اخرى وبلاد اخرى، كانت زياره موفقه جدا جدا، وافتقدت الشعب هناك وخدت بركتهم كلهم بالفعل. وفي دير هناك وحاجه كانت زياره مباركه من ربنا فعلا. هايل، ده نشاط كبير قوي يا سيدنا، والحقيقه بيوضح قد ايه الكنيسه ليها دور قوي جدا في افريقيا، وحقيقي هي بتقوم بدور قوي ولها قوه كبيره، يعني زي ما بنقول كده قوه ناعمه ومؤثره في المحيط الافريقي. احنا كمان يعني زي ما العالم كله تاثر، اكيد الكنائس اتاثرت بجائحه كورونا، يعني هل في اجراءات معينه بتتم؟ هل نيافتك بتتابع ما يتم في الكنائس من اجراءات احترازيه وقائيه؟ هل في بعض الأماكن لسه يعني مقفولة، ولا كل الكنائس بيتم فيها الصلوات بشكل مستمر؟ شوفي حضرتك، بالنسبة لناميبيا وزيمبابوي في الوقت الحالي هي مفتوحة تماماً، وفعلاً الكوفيد 19 أو الكورونا مش متواجد دلوقتي هناك، يعني ما بنسمعش عنها في الوقت الحالي بسرعة. بوتسوانا ابتدت تفتح حقيقي وتستقبلنا، مظبطة استقبلتنا، ودي نسيت أضحك عليها برضه، في احد الاباء الكهنه اللي بيخدم في ملاوي، لان ملاوي لسه ما فتحتش، لكن في طلب انها تفتح بنعمه ربنا قريبا، فابونا راح استاذنا مقدسه البابا يعني اطال الله عمره وحضريته للكنيسه، وسمح لنا نخدمهم هناك، وراح ابونا هيقعد معاهم حوالي 4 اسابيع، وهيقابل سياده السفير هناك ايضا، ويخدم الشعب القبطي هناك ويشوف كيف يقدر يتواصل معاهم، فسمح لنا بالزياره. ففي الجنوب، في القرن الجنوب الافريقي مسموح لنا اكثر نتحرك، ومفيش اي ريستريكشن، غير ان طبعا بنحترف بكنايسنا لازم نكون في مصر، ولازم طبعاً في الحراره طبعاً، ولازم برضه بيبقى في زي سانيتايزر وهو داخل، يعني وفي تباعد الناس وبعضها، يعني كل الحاجات دي لازم نحترف. انا عشت ايام بنعمه ربنا، ايام الكوفيد ما كان منتشر من فتره طويله، وكان الجاذرنج بتاعتي قليل، رئيس الجمهوريه الجاذرنج زيرو نحترم، جاذرنج 10 نحترم، جاذرنج بقى 50 نحترمه، في اي وقت بيعملوا حاجه احنا بنحب نحترم المسؤوليه ونحترم المسؤولين ونقول لهم احنا هنلتزم ده، وفعلا بنلتزم، وربنا وقت ما بيصح ده ويستخدم لبس بعد كده، لكن بقدر الامكان بنحترم. هكذا تعلمنا وهكذا نعمل. ده حقيقي. ايضا احب اضيف حاجه حضرتك بعد اذنك، انا قدرت البابا فيه بان انا اخدم كل الناس دي فعلا، وده قلبه مليان كده، مليان قلبه مليان حب وانتماء للقاره وانتماء وطني جميل جدا، وعايز اقول لحضرتك ان الناس كلها فخوره بمقابلته ليهم، يعني اي سياده سفير بيجي بيقابل قدرت البابا طبعا شيء جميل جدا، ده حقيقي. انا بتكلم بصدق يعني، هم اللي بيقولوا الكلام ده كله وفرحانين بمقابلته. حقيقة سيدنا احنا بنفخر جدا بكل الأنشطة اللي بتقوم بيها الكنيسة جوه مصر، وبنفخر بشكل مضاعف لما بتكون الأنشطة دي كمان بره مصر، وخصوصا في إفريقيا، لأنه حقيقي الدول الإفريقية محتاجة دعم كبير جدا، محتاجة تنمية، محتاجة أننا نكون داعمين وساندين. بنفخر بالكنيسة لما بتكون هي القائمة بهذا الدور. أنا بشكرك جزيل الشكر نيافة الحبر الجليلة الأنبا جوزيف الأسقف العام بإفريقيا، كنت معنا في نبض الكرازة.